السلام عليكم. اليوم نرجع لكم بتكملة المحاضرة السابقة اللي هي النوع الثاني من المتباينة، اللي هي متباينة نوع أرض. هنا علامتها راح تكون الاتحاد، ورسمها كانت الرسم ملاية الضيان، إذا الرسوم راح يكون جهة عقبي وجهة يسار، يعني جهة أكبر وجهة أصغر لا يلتقيان رسمها. لما أخذنا سؤال في الكتاب اللي هو أحد الأسئلة، وهنا راح يكون عندنا يقول جد حلول المتباينة، جد حلول المتباينة أو ما هي مطيق المتباينة، هو مطيق المتباينة قال لك x زائد 15 أكبر أو يساوي 30 أو x زائد 15 أصغر من 22. بالبداية احنا شو قلنا؟ قلنا راح نضيف نفس الرقم عكس اللي شرحته موجود عندي، هذا راح يصير x زائد 15 ناقص 15 و 30 ناقص 15 و x زائد 15 ناقص 15 و 22 ناقص 15. 15 ناقص 15 صفر، اذا بقت عندي فقط x. 30 ناقص 15 راح تبقى عندي 15، او x ناقص 15 ناقص 15 صفر و 22 ناقص 15 بقت عندي 7. راح اروح هذه اخر خطوه موجوده في الحل، اعتبرها شو؟ معادله. ارجع واقول لك اعتبرها معادله. اس واحد يساوي اكس، وعندي حذف الاكس اكبر او يساوي 15، اتحاد الاس الثاني، طبعا الاس الاول هي المجموعه الاولى، والاس الاتحاد هو بدلا من او، لان قلنا ناخذ او، والاس الثاني هو المعادله الثانيه اكس، افتح قوس اكس حذف اكس اصغر من 7. لذلك من تجي ترسمها هنا راح تكتب رقم 7 وياخذ مفتوح، لان فرض ما اخذ فقط علامه اصغر، وهنا راح تكتب 15 وماخذ مغلقه، وهذا راح يكون اكبر من 15 وهذا راح يكون اقل من 7. لذلك الرسم راح يطلع بهيك صوره، اذا الرسم مثل ما نقول رسمها لا يلتقيان، تختلف عن الاول اللي راح يكون رسمه على شكل سعفه. وهذا وشكر.